السلام عليكم، أهلا بكم يا شباب. مادة ثيرموديناميك 2، محاضرة رقم 1. معاكم دكتور أحمد عنتر، هندرس الكورس إن شاء الله في ترم في سنة 2021. كنا بس محتاجين في الأول نفهم شوية بعض المعلومات عن الـ Reciprocating Engine. An overview of Reciprocating Engine. أول حاجة بس إيه الـ Gas Power Cycle؟ الـ Gas Power Cycle ديت سايكلز هندرسها لأي محرك شغال بالجاز، زي الأوتو، زي الديزل، زي الدول، زي البرايتون سايكل. يبقى في أربعة هندرسهم، أربع سايكل هندرسهم في داخل الجاز باور سايكل. في برضه مصطلح مهم، السبارك اجنيشن انجن. ايه الفرق بينه وبين الديزل انجن؟ السبارك اجنيشن انجن ده او الاس اي انجن ده محرك البنزين، لازم يكون جواه سبارك بلوج، لازم يكون جواه مصدر شرارة. اما الديزل انجن ده محركات شغاله بالديزل بوقود الديزل، وديت ما بيبقاش جواها السبارك بلوج، ودي بتشتغل بالسيلف اجنيشن. في بعد كده الكونفنشنال جاس تربين، دي المحركات اللي هي الجاس تربين او محركات التيارات والكلام ده. الانترنال كومبشن انجن ديت مصطلح تاني، اهوت معناه المحركات اللي فيها احتراق داخلي زي محرك السياره فور اكزامبل يعني. في بقى تعالى نبص على كده على الاسطوانه بتاعه المحرك ونفهم بعض المصطلحات اللي موجوده مهمه فيها. عندي التوب ديد سنتر، ده خط البستون، هو بيتحرك حركه تردديه، ريسبروكيتنج يعني حركه تردديه، وهو بيتحرك لفوق ما بيتعداش الخط ده توب ديد سنتر، وهو نازل لتحت ما بيتعداش الخط ده البوتوم ديد سنتر البي دي سي. المسافه بين الاثنين اسمها الاستروك. القطر الداخلي بتاع الاسطوانه اسمه بور، عنده تو فالف مهمين جدا، انتيك فالف ده بيدخل الهواء اثناء مشوار السحب، والاكزوست فالف ده بيطلع العادم اثناء مشوار العادم. دي معلومات مهمة جدا لازم تبقى فاهمها وعارفها علشان نقدر نكمل مع بعض ونفهم الايه الجزء بتاع الجاز باور سايكل. تعالوا ننتقل على الجزء اللي بعده. في هنا حاجة اسمها الكليرنس فوليوم وفي الديسبليسمنت فوليوم. الكليرنس فوليوم ده المينيمم فوليوم فورمد ان ذا سلندر. فين بقى؟ هو ده الجزء ده من عند التوب ديد سنتر لحد الاخر، ده اسمه الكليرنس فوليوم، تمام. وده الكومبشن شامبر اللي بيحصل فيها الحريق. في حاجه تانية اسمها displacement volume، ده الفوليوم displaced by the piston as it move between top dead center and the bottom dead center. طيب يبقى هو المسافه من هنا من التوب dead center لحد البوتوم dead center، ده الفوليوم من التوب dead center للبوتوم dead center، مش المسافه، الفوليوم. يبقى هو لو قلنا الفوليوم كل ده من اول هنا لحد هنا ناقص الفوليوم الصغير ده هيديك الايه؟ هيديك ال displacement volume. في مصطلح مهم جدا اسمه compression ratio. compression ratio هو الفوليوم كله اللي هو من اول bottom dead center لحد الاخر هنا اسمه V1 او V maximum على ال V minimum اللي هو من هنا من top dead center لحد على الاسطوانة. فلو قسمت الفوليوم ده كله على الفوليوم الصغير ده كله هيدينا الايه؟ compression ratio. الكومبريشن ريشيو فيها دي مختلفة عن البريشر ريشيو، عشان بس ايه البريشر ريشيو لسه هنيجي لها بعدين، بس خد بالك ده اسمها كومبريشن ريشيو بنرمز لها برمز R. في مصطلح مهم جدا اسمه المين افكتيف بريشر ام اي بي، هل هو ده موجود في الحقيقة اقدر اقيسه ولا ما اقدرش اقيسه؟ طيب ايه لازمته ده؟ ده مهم علشان نقدر نقارن بيه بين المحركات. حلو قوي. تعريفه ايه؟ تعريفه it is effective pressure that if it act on the piston during the entire power stroke would produce the same amount of net work as that produced during the actual cycle. طيب معناه ايه بالعربي؟ معناه ان انا عندي في مشوار اسمه الباور ستروك. الباور ستروك ده بيبقى لما يحصل احتراق هنا البيستون بينزل لتحت، فنتيجة بيتولد فيه ضغط عالي هنا في الغرفة وبيتغير ضغط متغير. طيب لو انا جبت ضغط، قيمة ضغط معينة، قيمة ثابتة، وأثرت بها على البيستون وادتني نفس الورك اللي طلع لي في الباور ستروك، يبقى هو ده المين افكتيف بريشر ام اي بي. يبقى هو قيمة الضغط ثابتة لو أثرت على البيستون تديني نفس الايه؟ نفس الورك اللي طلع من الباور ستروك. طيب هل القيمة دي اقدر احسبها بجهاز؟ لا، بقدر احسبها عن طريق معادلة. بص كده ادي الدبليو نت هيساوي ايه؟ هيساوي المين افكتيف بريشر مضروبه في
مساحة البستون مضروبة في الاستروك او الداي اسمها الديسبرسمنت فوليوم، يبقى هتساوي الام اي بي الديسبرسمنت فوليوم. انا عايز اجيب الام اي بي، اقوم اقسم الدبليو نت على الديسبرسمنت فوليوم، ما هو يبقى الام اي بي هيساوي دبليو نت على الديسبرسمنت فوليوم اللي هو في ماكسيمم نزول منهم بالكيلو باسكال. ده لو حابب اجيبها في المسائل او الكلام ده كله، يبقى هو بارامتر مهم عشان اقدر اقارن بيه بين المحركات. طيب الانجنز اللي هي لها عندها لارج فاليو اوف ام اي بي ديليفر مور نتورك بير سايكل اند ذس بيرفورم بيتر، يبقى الام اي بي كل ما يعلى في الانجن كل ما يبقى كويس. في عندنا بقى ايه اس اي انجن اللي هو السبارك اجنيشن، وفي السي اي انجن اللي هو كومبريشن اجنيشن. ايه الفرق بينهم؟ السبارك اجنيشن ده قلنا ان هو محرك بيشتغل بغاز بوقود الجازولين، وده عشان الوقود يحترق لازم احط فيه السبارك بلاج، ده بادئ اشتعال سبارك بلاج. يبقى هو الاختلاف بين الاتنين في عمليه الايه بقى الكومبشن انيشيتد، ازاي ابدا الاحتراق. اما السي اي انجن ده محركات الديزل اللي هي زي عربيات الميكروباص والعربيات النقل ونص نقل، ديت ايه بيحصل فيها الاحتراق جوه ازاي؟ بيحصل ان انا بقى بضغط الخليط جوه او بضغط الهواء جوه في المحرك في السلندر، بضغطه بضغط عالي جدا، وبعد كده بعمل انجكشن للوقود بحيث ان انا اعمل ايه، بحيث ان انا اوصل للانضغاط يرفع لي درجه حراره بتاعه الخليط اكتر من درجه حراره بتاعه الايه سيلف اجنيشن، فيقوم يحصل حريق ذاتي اهو ماشي كده، يحصل سيلف اجنايتد ان هو يولع لوحده يحترق لوحده. تمام. طيب تعالى بقى نبص على الرسمه دي كده، ده اللي بيحصل في الحقيقه، ده الورك نت اللي طالع من الايه من السلندر من البيستم والسلندر. لو انا جبت بقى الام اي بي ده، ما هو ده البي في كيرف، لو انا جبت الام اي بي وقصرت بيه على البيستون هيديني نفس يعني نفس القيمه، يبقى القيمه اللي تحت اللي جوه المستطيل ده هي نفسها القيمه اللي جوه الايه السايكل دي. يعني ده شكل بس كده بيوريك ايه هو الام اي بي، وطبعا اهو جايب لك من البوتوم ديد سنتر لحد التوب ديد سنتر، دي قيمة الديسبلسمنت فوليوم ودي قيمة الـ MAB. لو ضربنا البريشر في الفوليوم ده يديك نفس القيمة الحقيقية اللي طالعة من المحرك. تمام. يبقى احنا كده عرفنا الفرق بين الاتنين. في بقى عندنا الـ Assumption، عشان انا بفترض ان السايكل ديت اير ستاندرد. الستاندرد يعني هشيل الخليط اللي جوه الميكشر واعتبر ان هو هواء. فتعال نشوف الاربع اسامبشن اللي عندنا. اول اسامبشن هو الوركينج فلويد هواء، وبالتالي بعتبر ان الايه ان هي كونتينوس سيركيوليتد ان اكلوزد لوب، ما هي هواء رغم ان هي مش كلوزد لوب، بس انا هعتبرها كلوزد لوب لان الهواء داخل وخارج واحد، يعني الميديا ما بتغيرش. يعني كل البروسيس ريفرسيبل، وطبعا ده مش حقيقي ان كل البروسيس اصلا ريفرسيبل. كومباشن بروسيس از ريبليسد. عندنا بقى عمليه الكومباشن اللي بتحصل في المحرك هشيلها وغيرها واحط مكانها حاجه اسمها هيت اديشن بروسيس. هيت اديشن بروسيس فروم اكسترنال سورس، يعني انا وكان جبت سخان كده حطيته يديني الحراره مكان الكومباشن ايه بروسيس. نفس القصه في الاكزهوست ايه بروسيس، عمليه الاخراج العادم هشيلها واعتبر مكانها هيت ريجكت بروسيس، كان جايب مبرد او حاجه بتاخد الحراره من الناحيه اللي فيها بيحصل فيها ايه اكزهوست. هم دول الاسامبشن الاربعه المهمين بتوع الاير ستاندرد اسامبشن. نشوف مثال على عمليه اللي هي ريفرسيبل بروسيس. لو احنا جبنا التانك ده والناحيه واحده منه اقدر ايه احركها، فلو انت لو انا بذلت ورك عليه من الجهه دي وضغطت شويه فالسائل في الحاله ديت ايه القطر هيقل ويرفع لفوق، ولكن لو انا سبته هيرجع تاني ويرجع للعكس لوحده، يبقى ديت ممكن اسميها ايه ريفرسيبل بروسيس.
في مثال تاني على الريفرسبل بروسيس. لو انا جبت اسطوانة وفيها هواء مثلا، الهواء ده قابل للانضغاط، وبدأت احط عليه من فوق هنا واوزان، قعدت ازود في الاوزان، هي ايه الاوزان هتعمل عليه ضغط صح؟ طيب لو انا شلت الفرس دي من عليه ايه اللي هيحصل؟ هيرجع تاني لاصله. فده بعد ما شلت الفرس من عليه قدر يرجع تاني لاصله. في الحالة ديت برضه ايه، دي عملية اسمها ريفرسبل بروسيس يعني. بس ولكن كل العمليات اللي عندنا هي عمليات الريفرسبل، معظم العمليات اللي موجوده في الكون الريفرسبل بروسيس. المحرك اللي هو رباعي الاشواط فور ستروك انترنال كومبشن انجن، بسرعه كده عندنا فيه بيحصل فيه فور ستروك. اول ستروك خالص ان هو البستون بيتحرك فيه، الكومبريشن ستروك بيتحرك فيه من فوق من تحت لفوق، من البوتوم ديد سنتر للتوب ديد سنتر. وفي الحاله ديت بيضغط الهواء اللي موجود هنا، بيضغطوا في الفوليوم الصغير ده، طبعا الاتنين ده مقفولين، الفالفز دي مقفوله. في نهايه المشوار ده بيبدا، انا بتكلم على الجازولين، بيبدا السبارك تطلع ويحصل احتراق. الاحتراق دوت بيزود الحراره والتمبرتشر داخل غرفه الاحتراق، وبالتالي بيحركوا البستون لتحت، وبحصل على حاجه اسمها اليوزفول وورك والستروك المره ده، او اللي اسمه باور او اكسبانشن ستروك. بعد كده الجزء ده او الفوليوم ده مليان بالعادم اللي هو البرودكت، كومباشن برودكت، فبعمل حاجه عمليه اسمها بيرجنج او اكزوست ستروك. بيرجنج ان انا بطرد العادم ده، بيفتح الفالف ده بيفتح وبيبقى البستون متحرك لفوق يطرد العادم. بعد كده ده يقفل والاير فيول ميكشر ده يفتح والبستون يتحرك لتحت تاني فيسحب للفريش اير. بالعملية ديت بنسميها هي الايه، الدروينج، دروينج فريش اير. تمام. طيب في برضو ملحوظة مهمة لازم نلاحظها، ان البريشر اثناء عملية سحب، اثناء في الاستروك، اثناء عملية السحب للفريش اير بيكون هنا اقل من ايه، من الضغط الجوي، عشان لما اعمل اقل فهم اعمل ايه، تخلخل فاسحب الضغط. واثناء طرد العادم البريشر بيكون هنا اكبر من الضغط الجوي بحاجة بسيطة يعني، بس عشان اقدر اطرد العادم يعني. ده المحرك رباعي الاشواط اهو، هنشوف الاشواط مع بعض. ده ادي المشوار، ده الانضغاط، حصل احتراق، وده مشوار، وبعد كده العادم، وبعد كده السحب. هذا ايه شوط السحب اهو، كده شوط الانضغاط، شوط الطاقة او الباور، وبعد كده شوط العادم. طبعا الحركة الترددية بتاعة البستون عن طريق الكونكتنج رود بتحولها لحركة دورانية للكرانك شافت، والكرانك شافت ده يبدأ بعد كده هو اللي يحرك الموتور، وتلاقي عندك وانت راكب العربية في حاجة اسمها الار بي ام. الار بي ام ده عدد دورات المحرك، مثلا لو هو شغال على 2000 RPM وليكن مثلا ايه، يبقى هنا بتاع ده بيطلع وينزل 4000 ايه RPM، وهكذا بقى. هو بقى جايب لك هنا أمثلة اهوت على الايه، الأرقام اللي بتحصل يعني. تعالوا نشوف المحرك برضه بسرعة كده. ده الكرانك شافت، وده الكونكتنج رود، وادي البستون. طبعا كل بستون بيتحرك جوه سلندر. المحرك ده اسمه ايه، المحرك دوت اللي هو 4 سلندر في 4 اسطوانات. طبعا ده عمود الكامات، بيتحكم في فتح وإغلاق الفالف بتاعت الانتيك والاكزهوست. تمام. ده الوقود اهو، دايرة الوقود. طبعا اول ما يحصل لنا انضغاط بيحصل ايه، ده الانجكشن اهو، ده كده ده في الديزل. تمام. المحرك الديزل بيبقى لا ده جازولين، عشان في هنا سبارك بلاج اللي هو الشرارة يعني، مصدر الشرارة. ماشي كده. اول ما يحصل انضغاط يوم ايه، يبقى فيه وقود ويحصل خلط، وبعد كده سبارك. ادي اللي ادي الشوط بتاع شوط الباور اهو. طبعا الأربع بيستون كل واحد بيعمل شوط غير التاني.
هتلاقي واحد فيهم بيعمل شوت انضغاط، هتلاقي في واحد فيهم بيعمل شوت باور، في واحد بيعمل شوت اكزوست، في واحد فيهم بيعمل شوت انتيك، وهكذا عشان هم يتبادلوا على كرانك شافت، بحيث ان كل مرة يكون فيه شوت باور. طبعا هنا في المحرك بتاع الجازولين او البنزين الانجكشن هنا بيتم مع الانتيك اثناء شوط السحب، بحيث ان الوقود يختلط بالهواء وبعد كده يقفل وينضغط، واثناء الانضغاط الشرارة تطلع. اما في الديزل لا، اللي بعد الانضغاط بيبقى فيه هنا انجكشن بتاع الديزل، بيقوم رشش الوقود في مرحلة معينة، يقوم على طول يحصل ايه، يحصل انفجار او سيلف اجنيشن ويشتغل لوحده. نتنقل بقى على التو ستروك انجن، ده محرك صناعة الاشواط، وده all four functions described above are executed in two just two stroke. يبقى هو بيعمل مشوارين اتنين، بيعمل فيهم الاربع بروسيس، الباور ستروك والكمبريشن ستروك. يبقى في واحد الباور ستروك ده هو نازل لتحت، وكمبريشن ستروك هو طالع لفوق. ايه اللي حصل بقى؟ فاكر الانتيك فالف والاكزوست فالف دول اتبدلوا خلاص، واتحط مكانهم حاجه اسمها اكزورت بورد، وحاجه مكانها اسمها الانتيك بورد. وهو نازل بعد هو نازل في اثناء الباور ستروك، اول ما يسمح الاكزوست ديت ان هي تتفتح البستون يعني، يوم اللي يبدا الاكزوست يطلع تمام، وبعدها بشويه بيسمح للانتيك بورت ان هي تفتح، فتقوم مدخله الهواء اللي مضغوط في الكرانك كيس، مدخله هنا بشكل معين بحيث ان هو يخرج الاكزوست ايه جازز. وبعد كده وهو طالع تاني، اول ما يعدي الفتحه بتاعه الاكزوست بورت يبدا يضغط الهواء تاني، وهو طالع يضغط الهواء اللي هنا، والشرارة تطلع تعمل حريق، يقوم ايه عاملاه تاني ايه مزودة الحرارة والضغط، يقوم ينزل لتحت تاني، وهكذا بقى. تعال نشوف فيديو له عشان نفهمه اكتر، بس اهم حاجة ان انت هتبقى عارف ان الهواء الكرانك كيس ديت بتستخدم عشان تضغط فيها، يسحب منها الفريش اير ويخلطه مع الوقود، وبعد كده عن طريق فتحة معينة بيدخل هنا ويطرد الاكزوست بورت عن طريق برضو ايه ديزاين معين والكلام ده كله. فهنشوف الكلام ده دلوقتي في فيديو. نشوفها مع بعض كده تاني اهو، واحدة واحدة. هنعتبر ان احنا هنبدأ من هنا، ده كده الباور ستروك حصل احتراق اهو الخليط المضغوط، وهيبدأ ينزل لتحت. وهو نزل لتحت اللي بيحصل، وهو نزل لتحت خلاص، ده مشوار ايه الباور، الاكزهوست سمح للاكزهوست ان هو يخرج، وهيبدأ يخرج. وبعد سنة صغيرة كمان هو اتسمح للايه للبورت ديت ان هي ايه توصل الهواء الفريش اير مع او الخليط بتاع الوقود مع فريش اير، هيبدأ يدخل ويدخل من الجنب ده بحيث ان هو يطرد باقي الاكزهوست. تشوف اهو، يبقى هو نازل لتحت عامل كل ده، وبعدين هيبدأ بقى يطلع لفوق تاني. وهو طالع لفوق لازم تبقى انت فاهم ان هو بيسحب هواء من تحت من هنا مع الوقود عشان ايه يسحب يملى الكرانك كيس هنا. كمان وهو طالع بدأ يقفل الفتحة دي، وهيبدأ يقفل ديت، ويبدأ يضغط الايه الوقود الخليط اللي هنا عشان يحصل له ايه، يحصل له حريق اهو. دي اسمها الانتيك بورد، ودي الاكزوست بورد، ودي السبارك بلاج. طبعا المحركات دي بتستخدم جمالها في ايه بقى، ان هي
خفيفة الوزن، خفف شالت للعمود الكامل اللي كان هنا وهنا، فوزنها بقى خفيف وتصنيعها بقى أخف وسيمبل أكتر، وبالتالي دي بتستخدم في المعدات الخفيفة. عندنا الستروك بقى الانتيك والكمبرسد مع بعضهم، ده هو طالع وهو نازل بيحصل كومباشن طبعا، ده الستروك الأولاني، وهو نازل بقى بيحصل ايه اكسباند، وبيحصل الاكزهوست، يبدأ يطلع الاكزهوست والريفيل، الريفيل اللي هو الهواء الفريش مع الخليط من الريفيل للايه الوقود اللي هو قصد الكومباشن برودكت. طبعا المحركات زي ما قلنا خفيفة في الوزن، رخيصة في التصنيع ماشي، وبالتالي بتستخدم في الأجهزة اللي هي محتاجين تكون وزنها خفيف وتكون رخيصة، زي منشار الخشب، المنشار اللي بيقطع الأشجار، زي المكنة اللي بتقص الحشيش بتاعة الجنينة، زي عربات السباق. فكل دوت نقدر نستخدم فيه المحركات دي، وفيها في محركات كتيرة بالمنظر ده. طبعا ده محرك تاني للتو ستروك، في واحد فيهم بيعمل شوط والتاني بيعمل شوط التاني. انا بقى في الموتوسيكل اهو، ده المحرك صغير خالص على فكرة، وادي الايه، ادي الانلت بورت اهي، وادي ده الهواء بيدخل من هنا، وده البستون اهو بيتحرك طالع نازل. هذا الانتيك بورت بيملى الهواء في الكرانك كيس، ويبدأ بقى ايه يدخل يعدي من البورت اللي هي ترانسفير بورت اهي، يبدأ يعدي منها عشان يروح لغرفة الحريق. بص كده راح لغرفة الحريق، وهو طالع لفوق هيبدأ يضغط الايه الجزء اللي عدى من اهو، يضغطه بحيث ان هو يحصل له حريق بقى. وهنا اهي هذا الايه ترانسفير بورت تاني اهي اللي كانت تحت، يبدأ بقى يحصل حريق وهكذا بقى. العملية اللي انت شايفها دي اسمها ريفيل، ريفيل اللي هو الخليط بتاع الهواء مع الوقود بيملى المكان، بيطرد الاكزهوست ويملى مكانه، وبعد كده يحصل حريق. ده ايه، ده التو ستروك انجن. هنا بقى بيتكلم عن الفرق بينه وبين الفور ستروك انجن. اول حاجة قلنا ان هو less efficient، اقل من الفور ستروك في الكفاءة. العادم بتاعه بيبقى فيه كتير ان incomplete combustion، بيبقى فيه يعني العادم بتاعه بيبقى فيه وقود غير محترق كتير. برضو relatively simple and expensive، inexpensive دي ميزة فيه ان هو بسيط ورخيص. طب في برضو ميزة تانية فيه مهمة، high power to weight and high power to volume، volume ratio. يبقى هو لو احنا جبنا محركات نفس ال الويت، واحد رباعي وواحد ثنائي، الثنائي يديك ايه، يديك الباور اكتر. نفس القصة لو احنا جبنا نفس الفوليوم ريشيو، المحرك الثنائي الاشواط يديك باور اكتر. طبعا بيستخدم في السمول سايز والويت الصغير، زي الموتور سايكل والتشين سوز واللون ماورز اللي هي المكنة دي بتاعت الحشيش، دي بتاعت قص الحشيش. هنبدأ بقى كده احنا ايه اللي احنا خدناه الجزء اللي فات كان مقدمة على الريسبريكيتنج انجن. هنبدأ بقى ناخد الايه الاير ستاندرد سايكل، هنبدأ بالاوتو سايكل. الاوتو سايكل طبعا الاوتو سايكل والديزل سايكل والدول سايكل بيحاولوا يبسطوا المحرك، ولكن كل مرة واحد بيدرس بشكل مختلف. يعني مثلا تعال بص على الاوتو ونشوف ايه الحاجات اللي افترضها. اول حاجة نيكولاس اوتو هو ده اللي ايه هو بيلت ذا سكسسفول فور ستروك انجن في سنة 1876. وطبعا الاوتو ده هو عباره عن فور ستروك انترناشونال كومبشن انجن، انترنال كومبشن انجن. طيب الكومبليت ستروكس الاربعه هم عباره عن تو ميكانيكال سايكل، تو سايكل وزن اسلندر، اند ذا كرانك شافت كومبليت تو ريفوليوشن، بيلف لفتين فور اتش ثيرموداينامك سايكل. يبقى كل سايكل الكرانك شافت بيلف ايه مرتين. العمليات اللي عندنا
لو احنا بصينا هنا اول عمليه 1 2 اللي هي ايزنتروبيك كومبريشن، لو مثلناها على البي في دايجرام ادي من 1 لـ2 ايزنتروبيك كومبريشن. تاني واحده هيت اديشن، في الحاله دي بنفترض في الاوتو بنفترض ان المحرك ان البيستون هو هنا عند التوب ديد سنتر، وقف الفوليوم ثابت وبيتم اضافه كيو، مفيش احتراق هنا بقى، بنفترض ان دي كيو، وطبعا بنفترض ان كل الغاز اللي في الاربعه اير، ماشي كده. بنفترض في الهيت اديشن اللي هي في كونستانت ان البيستون ثابت في اللحظه دي من 2 لـ3 كونستانت فوليوم هيت اديشن، 3 لـ4 ايزنتروبيك اكسبانشن، ده مشوار الايه الباور، 3 لـ4 ايزنتروبيك اكسبانشن، من 3 لـ4 ادي الايزنتروبيك اكسبانشن، ومن 2 لـ3 ادي الايه كونستانت فوليوم اهو، ده الفوليوم وده ثابت اهو كيو ان، من 4 لـ1 وده برضه هنفترض ان هو كونستانت فوليوم هيت ريجكشن، من 4 لـ1 يبقى ده رسمة البي في مهمة للأوتو سايكل، وده الفورستروك بتوعه. تعال نشوف التي اس دايجرام بتاعه، ادي التي اس دايجرام برضه نفس القصة، من 1 لـ2 ده الايزنتروبيك، طبعا الايزنتروبيك بيتمثل على التي اس دايجرام خط رأسي، ادي من 1 لـ2 زي 3 لـ4 ده برضه ايزنتروبيك اكسبانشن، من 2 لـ3 كونستانت فوليوم، ومن 4 لـ1 كونستانت فوليوم، ده هيت ادد وده هيت ريجكت، يبقى برضه التي اس دايجرام للأوتو مهم. بنفترض ان طبعا ان هي كلوز سايكل، كلوز سايكل ليه؟ علشان احنا قلنا ان الهواء هو الايه هو الفلويد اللي جوه المحرك، وبالتالي خلاص هو رغم ان هو في عادم وبيطرد وبيعمل، بس انا طالما هواء ما بتغيرش يبقى هو كلوز سايكل. تعالى بقى نحسب الكيو ان في العمليه اللي هي من 2 لـ3 هتساوي ايه بقى؟ انا عندي الفوليوم ثابت، لو ترجع للقوانين بتاع الثيرموديناميك 1 هتساوي يو 3 ناقص يو 2 اللي هي عباره عن سي في بتاعت الهواء في تي 3 ناقص تي 2، نفس القصة في الكيو ريجكت، من 4 لـ1 الكيو اوت هتساوي يو 4 ناقص يو 1 اللي هي سي في في تي 4 ناقص تي 1، ده كده بالنسبة للكيو ان والكيو اوت. تعالى بقى نشوف العملية اللي هي الايزنتروبيك من 1 لـ2 او من 3 لـ4 من في اللي هو الخط الرأسي بتاع الاس ثابت ده، تي 1 على تي 2 هتساوي في 2 على في 1 اس كي ناقص 1، نفس القصة لو احنا هنا بصينا هنا ال تي 4 على تي 3 هتساوي في 3 على في 4 اس كي ناقص 1. طيب تعالى بص كده على القانون هنا، تي 1 على تي 2 هتساوي في 2 على في 1 اس كي ناقص 1، خد بالك في 2 هي نفسها في 3، في 2 هي نفسها في 3 ده كونستانت فوليوم، وفي 1 هي نفسها في 4 كونستانت فوليوم، فممكن في الاخر تي 1 على تي 2 هتساوي تي 4 على تي 3، او في 2 على في 1 اس كي ناقص 1، او في 3 على في 4 اس كي ناقص 1، تمام. تعال بقى نجيب الايه الكفاءه بتاعه الاوتو، الكفاءه بتاعه الاوتو بتساوي الورك المستفاد اللي هو الدبليو نت على الفلوس اللي اندفعت او الحاجه اللي اندفعت كيو ان. الورك المستفاد هو عباره عن كيو ان ناقص كيو اوت، لو قسمناهم على كيو ان هيديك في الاخر 1 ناقص كيو اوت على كيو ان، حط بقى الكيو اوت قانون الكيو اوت وقانون الكيو ان هيديك هيساوي 1 ناقص في البسط سي في في تي 4 ناقص تي 1، وتحت كيو ان سي في تي 3 ناقص تي 2، السي في هيترمع السي في هيتبقى لك 1 ناقص تي 4، 1 ناقص في البسط تي 4 ناقص تي 1، وفي المقام تي 3 ناقص تي 2، خد في البسط التي 1 عامل مشترك وخد في المقام التي 2 عامل مشترك، في النهاية هيطلع لي الايتا اوتو ايتا ثيرمال اوتو هتساوي 1 ناقص 1 على الار اس كي ناقص 1. تعال نشوفها هتتم ازاي، احفظ بس القانون ده اللي هو الكفاءة هيساوي 1 ناقص شد علامة كسر تي 1 وهنا تحت تي 2 افتح قوس تي 4 تي 1 ناقص 1 وتي 3 على تي 2 ناقص 1، ده إثبات عليك، تمام. تعال نشوف أدي الكفاءة، قانون الكفاءة هو بتاع أوتو، لو بصينا هنمسك واحدة واحدة بقى، تي 1 على تي 2 اللي هو ده تي 1 على تي 2 هتساوي إيه؟ لو تفتكر في 2 على في 1 اس كي ناقص 1، في 2 على في 1 اللي هي مقلوب الإيه؟ الكومبريشن ريشيو، ففي النهاية هتساوي 1 على الار اس كي ناقص 1. طيب تعال بقى نمسك نفس القصة، لو انت مسكت تي 4 تي 3 بس ده ما تهمنيش دلوقتي. طيب since the isentropic relation shows that تي 1 على تي 2 تي 1 على تي 2 هتساوي تي 4 على تي 3 تي 4 على تي 3، ما هي نفس القصة، لو انت شفت تي 4 على تي 3 هتساوي 1 على الار اس كي ناقص 1، يبقى انا عندي تي 1 على تي 2 هتساوي تي 4 على تي 3. طب ايه رأيك لو انا قلت بص كده، لو انا ايه انا يهمني ايه تي 4 تي 1 اهو، لو انا قلت تي 4 على تي 1 هتساوي ايه؟ تي 3 على تي 2 اهي، تي 4 تي 1 هتساوي تي 3 على تي 2. طب تعالوا نبص هنا كده،
ما فيه فوق هنا تي 4 تي 1 وتحت تي 3 تي 2، يعني القوس ده بيساوي القوس ده، يعني هيتشالوا مع بعض. تمام، هيتبقى لك في الاخر 1 ناقص تي 1 على تي 2. تعال نشوفها اهي، يبقى الايتا اوتو سيرمال 1 ناقص تي 1 على تي 2. طب تي 1 على تي 2 بيساوي ايه؟ بيساوي 1 على ار اس كي ناقص 1، وبالتالي هيساوي 1 ناقص 1 على ار اس كي ناقص 1. يبقى هي بتعتمد في النهاية على الار والكي، طبعا الار اللي هي الكمبريشن ريشيو، بتساوي الفي ماكس مع الفي مينيمم او في 1 على في 2. يبقى الكفاءة هنا بتعتمد على ايه؟ على النقطتين دول، على الكمبريشن ريشيو اللي هي الار، وعلى الكي اللي هي السبيسيفيك هيت ريشيو. هنا الشكل ده شكل فيجر بين او الاكس اكسس اللي هو الايتا ثيرمال بتاع الاوتو، وهنا الكمبريشن ريشيو ار. في الحاله ديت بنفترض الهواء هو اللي موجود، وبالتالي الهواء الكي بتاعته ثابته، الكي اللي هي السبيسيفيك هيت ريشيو بكام؟ 1.4 اللي هي السي بي على السي في. طيب تمام، بس خد بالك لو الار زادت اللي هي الكمبريشن ريشيو الكفاءه تزيد، ولو الكي زادت الكفاءه تزيد، وده بيحصل في الحقيقه. ده في الاوتو نفس القصه، ده ممكن يحصل في الحقيقه في المحرك الحقيقي اللي هو الانترنال كومبشن انجن او الاكشوال سبارك اجنيشن انترنال كومبشن انجن. لو الار زادت فيه الكفاءه تزيد، ولو الكي زادت فيه الكفاءه تزيد. الكي تزيد يعني ايه؟ يعني انا جبت بتاع ده فلويد تاني غير الهواء، الكي بتاعته اعلى، او السي بي على السي في اعلى. طيب الفيجر هنا بيقول لك ان انت كل ما تزود في الكمبريشن ريشيو كل ما الكفاءه تزيد. طيب هل كفاءه الاوتو زي الكفاءه الحقيقيه بتاعه المحرك؟ لا، كفاءه الاوتو بتبقى اعلى لنفس الظروف. ليه؟ علشان الريفرسيبيليتي، وعشان الفريكشن، وعشان الفاكتور سيرش از انكمبليت كومبشن. يعني الاثنين مش زي بعض، المحرك الحقيقي بيبقى فيه incomplete combustion وبيبقى فيه refraction احتكاك بين البستون وبين السلندر وبين اي حركة جوه، وفي irreversibility. وبالتالي ان عند نفس الار، عند نفس الار الاوتو يبقى اعلى من ايه؟ من الكفاءة بتاعته تبقى اعلى من الاكشوال سبارك ignition internal combustion engine. طيب في المحركات كل ما نزود الار، لو انت بصيت على الكيرف هنا هتلاقي ان الكيرف في الاول الار كل ما تزودها الكفاءه تزيد جامد اللي فوق كده، بعد كده الخط بدأ يميل بقى، يعني الزياده هنا بتؤدي الى زياده في الكفاءه بس بقيمه اقل عن الاول، وهكذا بقى. اللي هو هتلاحظ من في المنطقه دي تيبيكال كومبريشن ريشيو فور جازولين انجن. طيب هل زياده الار انا حر فيها؟ ما فيهاش ليميت؟ لا، لها ليميت. ليه بقى؟ لان انا اول ما ازود الار عن حد معين بيبدا يحصل ايه بقى؟ بيبدا ان التمبريتشر بتاعه الميكشر بتاع الاير والفيول مع بعض بتزيد عن التمبريتشر بتاعه الايه؟ الاوتوجنيشن. في تمبريتشر اسمها اوتوجنيشن تمبريتشر، اللي هي بيحصل فيها ان الخليط ده بيحترق وبيشتعل لوحده ذاتي قبل السبارك ايه؟ بلاج، قبل ما تشتغل، قبل ما تديله شرارة. طيب لو في الحالة دي حصل ايه اللي هيحصل؟ هيطلع عندي حاجة اسمها انجن نوك او اوتو اجنيشن او اوديبل نويز. ده اشتعال مبكر في الخليط، وبالتالي بيعمل عندي دربكة ومشاكل في حركة البستون. طيب تعال بقى نبص عليها كده هنا، اللي هي ايه بقى؟ بص كده اهي، causing an early and rapid burn of fuel at some point or points ahead، في مناطق معينة في الفليم أو في فرونت. يبقى هيجي مثلا على البستون وهيبدأ كده في مناطق معينة على الأطراف بتاعة الفليم وتشتعل لوحدها قبل ما السبارك تطلع، وده هيربك الإيه؟ البستون، وهيربك المحرك، وهيعمل ضغوط قبل ما البستون يعني هيبوظ لك الدنيا. followed by almost instantaneous inflammation، في نفس الوقت توقيت inflammation of the end gas، يبقى نهاية الغاز بتولع لوحدها. this premature ignition of fuel called autoignition produced an audible noise which is called engine knock. طيب يبقى أنا لازم
احجم الزيادة في الار علشان اتجنب الانجن نوك. هو ده الايه ده خلاصة الموضوع. يبقى السؤال ده مهم عشان لو سألتك في الكمبريشن ريشيو وهلا وايه حدودها، اقدر ازودها لحد امتى، فانت لازم تذكر لي الجزء ده كله، ان هي الزيادة فيها تؤدي لزيادة في الكفاءة، ولكن انا ما اقدرش ازيد عن حد معين بسبب الانجن نوك. وتشرح لي بقى الانجن نوك. نتيجة اللي كده جم في 1920 بدأوا يعملوا جازولين ويضيفوا عليه حاجة اسمها تترا ايسيل ليد. المادة دي مركبات الرصاص تنضاف للجازولين علشان تزود الاوكتان ريتنج بتاعه. الاوكتان ريتنج ده هو ده ايه ميجر اوف ذا انجن نوك ريزيستنس اوف ذا فول. كل ما عالي الاوكتان ريتنج كل ما ايه ان انا بعمل انتي نوك للفول، ان هو ما بيحصلوش نوكينج. طبعا الرصاص ده لما بيضيفوه طبعا كان رخيص جدا، وبيضيفوه على الوقود فايه يمنع النوكينج، بس اكتشفوا بعد كده ان هو له اثار سلبية جدا على صحة الانسان وعلى البيئة، فبدأوا يمنعوه. فمن سنة 1975 المحركات بدأت تتصنع ان هي تشتغل مع الانليدد جازولين اللي هو البنزين اللي هو بدون مركبات رصاص، ويقللوا في الكومبريشن ريشيو. بس بعد كده بدأوا يحصلوا على هاي اوكتان ريتنج جازولين، وده خلانا نقدر نزود في الار الكومبريشن ريشيو شويه في الفترات الاخيره. يعني تعالوا بقى نشوف البارامتر التاني اللي بيأثر في كفاءة الاوتو، وهو ال خلاص لو احنا هنثبت الكومبريشن ريشيو عند رقم معين وهنبدأ نغير في السبيسيفيك هيت ريشيو كي. في الحالة ديت لو انت مثلا جبت فلويد جوه مثلا وسيط معين جوه المحرك الكي بتاعته 1.3، وجبت شغلت المحرك تاني عند وسيط تاني الكي بتاعته 1.4، وجبت وسيط تالت اللي هو الكي بتاعته 1.6، الكي اللي هي 1.6 الوسيط ده هيديك كفاءة أعلى. يبقى الكي مع زيادتها تزود لك كفاءة الايه السيرم الاوتو تزود لك كفاءة السيرم البرفورم السيرم الافيشنس بتاعة الاوتو. طيب الكلام ده في الحقيقة ده برضو بسبب الجزيء بسبب ان المحركات عموما يعني بتبقى فيها جزيئات من ثاني اكسيد الكربون، وديت جزيئاتها كبيرة، وده بالتالي بيقلل الايه بيقلل الكي. يبقى هنا المحركات الحقيقية بيبقى برضو من ضمن الحاجات اللي بتخلي كفاءتها أقل من كفاءة الأوتو. يبقى احنا قلنا شوية عوامل قبل كده الفريكشن والريفرسابيلتي ماشي كده، ومن ضمن الحاجات دي برضو الايه ان احتواء الوسيط على مواد الجزيئات بتاعتها كبيرة. طيب هو اصلا كفاءة المحرك الطبيعي كام اللي هو الاكشوال؟ من 25 ل 30، قليلة. اما الأوتو بتبقى اعلى من كده. يعني دي نهاية المحاضرة، أتمنى تكون اتبسطتم واستمتعتم بالمحاضرة. إن شاء الله نلقاكم في المحاضرة القادمة اللي هي المحاضرة رقم 2، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.